السلام عليكم دكتور، هاك الطالب المنتظر على عفات مقسم هندسة الميكانيك فرع الميكانيك العام الصباح. اليوم عندنا الرسم هذا اللي يخص موضوع الاسمبلي، واللي هو عبارة عن هونك مربوط بسلاسل. هسه نبدي نرسم، نختار هسه في التانجنت، نختار 3 بوينت ونقول له يسوي لي ارك هنا لعلى التعيين الداخل، منه ايضا ارك لعلى التعيين للخارج. حدد الأبعاد مالته. هسه هذا هنا عندنا يساوي 6 ناقصا بين قوسين 3.5 تقسيم 2 نفس القوس. السبب في المعادلة اللي كتبتها هو انه هنا هذا يساوي نفس 6، بينما هذا هنا 3.5، فما يصير انه ارسم على القطر الخارجي، فراح ارسم على القطر الداخلي وبعدين اسوي الأوامر اللي اريدها. هسه جي هذا هنا، شوف الدايمتر مالته راح يساوي انه 10 ناقصا بين قوسين 3.5 تقسيم 2 نفس القوس. نقول اوكي. هسه جي اختار هذا، اختار هذا، نقول له ميك تانجنت. الامور هسه تمام. هسه اختار هذا، اسوي فيكس، اجي ادور هذا كنترول زي، عفوا اسوي فيكس، نختار هاي النقطة اسوي فيكس، ايضا جاي يدور عندي. اختار هاي النقطة وهاي النقطة كنترول زي. شيء فوقي زي، اختار هذا اسوي له فيكس، هذا اسوي له ديليت. هسه اجي احول على الفيو من هنا، تمام. شوف من هنا تمام. هسه قل لي من هسه جاي قل لي هنا هي اوفر ديفايند، قل لي ما نبغى ريبير، حاول ما ديليت اول، قل اوكي. هسه جبنا قل لي اوكي. هسه قل لي من فيتشرز، من قبل فيتشر نغلق هاي النافذة، قل له من ريفرنس جيومتري بلين، اختار هذه النقطة هذا الخط، قل اوكي. هذا اسوي له من هاتشي نورمال فيو، اقول له من سكتش ونبدي نرسم فيتشرز. الليبس هذا العرض مالتها نذكر انه 2.96. تمام. هسه جي قلنا من هنا فيتشرز سويب، اختار هذه، اختار هذه، قول اوكي. هسه جي هنا وقل لي ريفرنس جيومتري بلاين هذا، نقول اوكي. اقول هنا سكتش نرسم، نجي نحول على التوب فيو، عفوا التوب فيو، نختار هذا هذا البلاين 2 واقول له تمام. نجي نرسم دائرة، الدايمتر مالتها شكد مذكور 1.8، خلي هنا 1.8 تمام. هسه قلنا فيتشرز سويب، عفوا مو سويب، كلوز لوفت، اختار هذه، اختار هذه، قول اوكي. هسه نجي اختار هنا سكتش، رسم دائرة لاين، ترم فيتشرز ريفولف،
اختار محور الدوران مالتي وقل اوكي. بدأت ملامح الهوك النهاية تتضح. هسه اجي هنا اقول له سكتش اقول له سكتش هنا ارسم ريكتانجل بالسنتر. ليش ما جاي؟ نحاول هنا سكتش ادخل هنا اقول له سكتش واحول على ال استغفر الله سكتش حتى من فوق اقول له منه سكتش حدد الأبعاد هذه هذا البعد على ما أعتقد. خلينا نشوف إيش قال البعد منه. أنا الأمامي راح يكون 5 وهنا 3.5. بس نجي نقله 5 كنترول سي اختار هذه النقطة كل فيكس خليه منها 5 هذا خليه منها 3.5. بس حتى أتأكد عادي صحيحة. هنا 2.5 إذا شغلنا صحيح. هسه المطلوب من عندي قلها منها features extrude خلي مقدار الاكستروشن مالتي 4 زائد 2.5 نقول اوكي. هسه هذا اجي قلها منه انا sketch رسم دائرة هنا هذا الدايمتر مالتها على ان يكون مقدارها 5 واختار escape اختار هذه عفوا اسكيب اختار هذه قلت تانجنت اختار هذه اختار هذه وهذه وقلت تانجنت ايضا. هسه جي قلت منا لاين للطرف تريم طق هذه قلت له فيتشرز اكسترودد كات وقلت له فليب كات وقلت له اوكي. لا كانسل. هسه اجي قلت له منه لاين سكتش نغلق الكات تقول له منه لاين اعلى منه هنا هنا. بس اجي هنا اقول ترم كنترول زي ترم الجزء اقول له فيتشرز اكسترودد كات اختار هادي واقول له اوكي تمام. هالصورة صار عندنا هذا الشكل اللي هو هذا. هسه اجي منه ارسم دائرة سكتش دائرة على هذا البلين رسم دائرة هنا من هذا الراديوس عفوا كنترول زي من هذا السنتر بوينت. الدايامتر مال هاي الدائرة مذكور على انه يكون 2.5. فيتشرز اكسترود كات ثرو اوكي. هسه تختار منه قل سكتش احاول الفيو منه شوي انقلبت عندنا بس الأمور still going. هسه نجي اختار هذا
صار هذا نقوله ميك بارالل، نتأكد ان الزاوية هنا هاي 90، هذه هنا هذه هنا 90، تسعين 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 تسعين، تمام. اجي اسوي السمارت دايمنشن، احد المسافة من هنا لهنا هيجي فالمقدارها واحد، حد المسافة من هنا وخلي مقدارها 3.5 ناقصا بين قوسين 2 × 7.5، اوكي، و 0.75. اختار هذه، اختار هذه، قل له vertical control Z، اختار هذه الاختيار هذا vertical control Z، horizontal ايضا لا، احسن شيء اختار هذا اللاين، لاين خدي منا نحنا بالله بارالل، اجيب السمول دايمنشن عليه، نعم خلي مقداره واحد، اختار الميد بوينت مال هذا والميد بوينت مال هذا، الغي اختيار الخط، اقول له ليش احذف هذا البعد، احذف هذا البعد، اختار هذا، اختار هذا، اختار هذا، اقول له ميك بارلل، اجي اختار هاي النقطة، هسه اجي اقله من هنا فيتشرز اكسترودد كات، هنا هنا اقول اوكي، الصورة صار عندنا هذا الشكل. هسه الشكل مالتنا بدا ينتهي، بقت عندنا فد شغلة كلش بسيطة اللي هي الفلت، اجي اقله اسوي فلت هنا 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 وهنا هنا، خلي مقدارها 0.25، شوف عددنا كل الزوايا اللي نريدها، اوكي، بهالصورة كمل عندنا الهوك اللي يمثل الجزء الأول، هذا هو الهوك مالتنا. نجي نحاول على الفيو الايزومتريك اله، تمام، كان معكم الطالب المتضرع لعفات من قسم هندسة الميكانيك فرع الميكانيك العام الصباحي، وشكرا.